دي مصفوفة ولا لا؟ مصفوفة. الصفوف قد الأعمدة، دي مصفوفة ولا لا؟ مصفوفة. لا، لو موجود هنا وهنا كانت تبقى مصفوفة، لكن طالما في جزء ناقص دي مش مصفوفة. دي مصفوفة ولا لا؟ لا. طب دي؟ مصفوفة. طب يلا يا ولاد عايزين نعرف عدد الصفوف، لما بعمل كده ماشية مع القلم ده بيبقى اسمه صف. هنا عدد الصفوف كام؟ اتنين. أحسنت. لما امشي مع القلم كده اللي واقف ده اسمه عمود، دول كام عمود؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أحسنتم يا سنة تانية، يلا نشوف دي دول كام صف؟ واحد اثنين ثلاثة. كام عمود؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى دي مصفوفة ثلاثة في ثلاثة. يلا تاني، دول كام صف؟ يبقى دي مصفوفة اتنين في اربعة، تمام يا ولاد؟